السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، كنرحب بكم في هذا الفيديو إن شاء الله اللي هو عبارة عن الفيديو الثاني في سلسلة الفيديوهات ديال لي بسكوي. هذا البسكوي اللي غادي نصوبو لكم إن شاء الله، غادي نصوبو بسكوي خاص بالكافي بالقهوة إن شاء الله. دائما نفس المقادير اللي عطيتكم في البسكوي الأول اللي هما اللي ديروا إن شاء الله باش تحصلوا على نتائج زوينين. هذاك الماء غادي تسولوني، كاين بعض الناس غادي يقول لك الشاف علاش كزتي هذاك الماء، هذاك الماء كيرطب لينا البسكوي، كيبقى لينا البسكوي ديالنا زوين. والتجربه خير برهان، دائما ملي كنعطيكم شي استيس ولا كنعطيكم شي حاجه جربوها غادي تشوفوا النتيجه ديالها انها رائعه رائعه. يعني هذاك البسكوي قدر يتنا بكل سهوله، يعني بحال في المثال اللي غنصوبوا ان بيش ولا نصوبوا شي حاجه بحال داك الشكل يقدر يتنا لينا بحال رولو، يجينا خفيف، يجينا كيتنا يعني كيجي فيه الفورمه اللي بغينا نديروا فيه ان شاء الله. اول ما علينا نديروا دائما البيض في الباسينه، هذه الباسينه خدمت فيها داك البسكويت الباني الفيديو الاول، هذا فيديو الثاني درنا البيض ودرنا السكر، نديروا السكر. وعندنا هنا القهوه، ما نساوش اننا هذا غادي نديروا بسكوي القهوه، عندنا معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نديروها في شويه الماء وحركوها باش تذوب لكم ان شاء الله. على بركه الله، ما نساوش الماء، ما نساوش الماء ان شاء الله. 60 غرام 70 غرام 80 غرام، من 60 حتى 80 غرام، هذا الشيء اللي يمكن لكم ديروا ان شاء الله، لان لو نديروا اكثر نعمروا هذه الغرف نديروا اكثر غادي يجينا البسكوي ديالنا في الويد، غادي يجي يعني جاري بزاف جاري بزاف، غادي تقص العمليه اننا نزيدوا الطحين ونزيدوا السكر ونزيدوا مسائل اخرى. اذا 60 غرام من الاحسن. دائما الطلعه ديال البسكوي ديالنا تكون مزيانه، يكون كيف حالتها وما تكتبش نزيدو عليه الله يجعل البركة، يجي تقيل شوية. دائما غادي ناخدو لاباسين ديالنا إن شاء الله، غادي نخلطوه نقويو هنا إن شاء الله البسكوي ديالنا، غادي نصوبو هنا نخويو نخلطو لاباسين ديالنا مزيان هاكا إن شاء الله. غادي نضيفو الماء هاهو ونضيفوا القهوه ديالنا كلها، لان هذا فيه الكو ديال الكافي. صوبنا لكم واحد الفيديو فيه الكو ديال الفاني، هذه ديال الكافي كتجي رائعه رائعه، المذاق ديالها لا يتصور. عندنا الفرص والخميره ها هما، نديرهم خطره واحده ونحركوا الجميع ان شاء الله. شفتوها نخلطوها مزيان باش ما تكونش ثقيله، خصنا داك الفرص كله يذوب، ما يجيولناش حبيبات ديال الفرص في البسكوي ديالنا. ها هي البسكوي ديالنا، دائما البسكوي كتكون خفيفه باش تسرح لينا في الطاوة تجينا مقادة ان شاء الله. هي نخلطوها مزيان، تخلط مزيان ونخويوها بحال هكا، نكردو هاديك لاباسين منخليوهاش هكا، لأن جميع المقادير راه مضبوطين، مخصناش نضيعو شي حاجة. هذا الشيء اللي لاصقنا راه غادي يعطينا كميه زوينه، ها هي شفتوها تقدر تعمر لينا كاع هاد القنط، هاد الكميه اللي بقات لاصقه ها هي هاكا ان شاء الله. هاد القنط حتى هي نعمروها، وهاد القنط حتى هي نعمروها ان شاء الله بهذه الطريقه. هادي نتنيوها هكا ونعمروها، كررتو مزيان البسكوي ديالكم، ما تخليو حتى حاجة. ها هي ان شاء الله، ها هو البسكوي ديالنا، نضربو به باش دوك لي بويل هادوك البقالات
يعني يحيدوا كيجي هكا ان شاء الله ندخلوا الفران. درجه الحراره 160 165 170 يعني تقدروا تصوبوا حتى 170 درجه 150 160 170 درجه مزيان وردوا ليه البال. ماشي نساوه في الفران، ما نساوش في الفران لان البسكويت اللي نسيناه غادي يقصح. ها هو غادي ندخلوه للفران ديالنا ان شاء الله. ها هي يعني كنمسوا بيدينا بحال هكا، ملي كنحطوا عليه اليدين ما كيهبطش كنخرجوه ما نخليوش كثر من هكا ان شاء الله. هذا ديال القهوه شفتوا كي كيجي كيجي رطب 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 زوين بزاف بزاف. البسكويت ديالنا ديال الكافي شفتوا كيجي رطب. كندير الموس ديالي هنا من الجناب كنقطع بحال هكا دائما. علاش؟ باش ما نشركش البسكويت ديالي. هنا ايضا ونهز البسكوي ديالي سي تري سامبل. ها هو كتهزي كيجي رائع. ها نتوما شوفوا معايا شوفوا معايا البسكوي ديالنا كيفاش غادي نطويه كيفاش غادي يجي فن 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 فن. يعني ما يتهرش ما يتشققش نهائيا، ما غاديش يتشقق، غادي يجيكم زوين. لانه ها هو السر ديال الماء عطيته لكم، السر ديال الماء راني عطيتك لكم دروك. الماء هو اللي كيدير ليه بحال هكا ان شاء الله. هذا هو البسكويت ديالنا الناجح 100% والفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى بعد كل شيء. والاسرار اللي كنعطيكم راه كنعطيكم اسرار، راه داك الماء بالضبط غادي تمشي تقلب العدد ديال الناس في اليوتيوب والعدد ديال اللي شافوا ما كيديروش الماء. هذا الماء راه السر ديالو عطيته لكم ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله وباش تصوبوا البسكويت ديالكم باش يجيكم بحال هكا. الا نجحتوا وصلتوا البسكويت باش يترولا بدون ما يتشقق بدون ما سميتو، راه النجاح ديال البسكويت ناجح 100%. نتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.